أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول: ذكر في الإعجاز العلمي في القرآن أن الغرب اكتشفوا أن فوق البعوضة حشرة صغيرة لا ترى بالعين المجردة تتجه معها حيث ذهبت، وهذا هو المقصود بقوله فما فوقها، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ القرآن لا يفسر يا أخي بالمخترعات الحديثة والأفكار والنظريات، لا يفسر القرآن بهذا لأنها نظريات بشرية تخطئ وتصيب وتتغير. القرآن لا يفسر إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو أقوال التابعين، هذه وجوه التفسير، أو بمقتضى اللغة التي نزل بها. أما أننا نجعل المخترعات والأفكار والنظريات تفسيرا للقرآن، هذا لا يجوز، لأنها تخطي وتتغير، لأنها تخطي وتتغير ويأتي بعدها نظريات أخرى، فلا نجعلها تفسيرا للقرآن. نعم.